الفونسو ديفيس، فينيسيوس جونيور، كريستيانو رونالدو، امبابي، رونالدو الظاهرة، موجود؟ ايوه موجود. لويس فيجو، بيلي، مارادونا، كل الاربعة دول موجودين. من الذي بعده؟ نجيب بقى من الجديد. هالاند، محمد صلاح، انسو فاتي، وديابي. بس كده؟ لا، عندنا اربعة كمان: ميسي، جاريس بيل، اداما تراوري، وسيو هرنانديز. فكده عندنا 16 لاعب هيتحدوا بعض حاليا في تحدي السرعة. لك لازم انا اكون سريع عشان هم يكسبوا. هتفهموا دلوقتي حالا بلا فعلا. فخلينا نحدد مين اللي هيقابل مين. يلا، فمين اللي هيحدد لنا 16 لاعب؟ ومعناته دور ال 16 عندنا اول ماتش. مين على اليمين؟ مين اللي هيلعب فيه؟ اول واحد هيكون اداما تراوري. هيكون قصاد مين اداما تراوري؟ هيكون قصاد مين؟ نهار ابيض على المواجهه اللي في الاول. الفونسو ديفيز هيقابل اداما تراوري في اول ماتش على اليمين. هل هيكون سيو هرنانديز؟ اوكي، سيو هيلعب مين؟ لأول ماتش على الشمال، مين اللي هيلعبه سيو؟ ميسي. خسر تمام. خسرت يا ميسي، أنا جايبه بس احتراما ليه، لكن ميسي قصاد سيو هرنانديز في أول ماتش على الشمال. والماتشات اللي بعدها هنعرفها بعد ما نعرف الماتشين دول. فليه قلت لكم ان انا مشارك برضو في التحدي ده؟ لان انا اللي لازم اضغط على العداد وفي نفس الوقت اوقفه اول ما نوصل من الخط ده لحد الخط الثاني من المرمى. اول ما نوصل الخط الثاني جسم اللاعب يعدي، لازم اضغط واشوف اللاعب ده خد كام من ثانيه من 10. فخلينا نبدا اداما تراوري بعد 3 2 1. الله الله الله، روح اداما، روح اداما، روح اداما، انا بشجعك، روح اداما، طير اداما، يلا يلا. 7 ثواني، 8 ثواني، اوكي، 9 ثواني، 1 1 6. خلينا نشوف الفونسو ديفيز هيجيبها في قد ايه. الفونسو ديفيز اللي هيجيبها اقل هو اللي هيكس. هنبدا على طول بعد 3 2 1. الله الله، الفونسو، روح الفونسو، الفونسو راح، الفونسو ديفيز مازال. 4 5 6 7 8. نهار ابيض، اداما تراوري هو اللي تأهل للمباراة وتأهل لربع النهائي. خلينا نتوجه الى المعركة اللي معروف مين اللي هيكسب فيها، ميسي قصاد سيو. يلا وقت ميسي يلعب قصاد سيو هرنانديز، معركة غير متكافئة. لكن ابدأ ميسي بعد 3 2 1. الله، روح، عدت ثانية يا ميسي، طير يا ميسي. ها ها، 5 6 7 8 9. 9 ثواني و8 1 6. يعني كسب اللي فات اللي اسمه الفونسو ديفيز. مستحيل مستحيل. هل ميسي ممكن يكسب سيو هرنانديز؟ ده اللي هنشوفه بعد 3 2 1. الله الله سيو، الله سيو، الله سيو، مع ان عايز ميسي يكسب. بس خلينا نشوف. 3 4 5 6. اوه، ميسي كسب ولا خسر؟ والله ما عارف، والله العظيم ناسي يا جدع ميسي كان جايب كام بالظبط، لكن تقريبا تقريبا ميسي كسب. معرفش ازاي، انا معرفش، ما حدش يسالني ازاي، لكن ميسي تأهل الى دور ربع النهائي. خلينا نشوف الماتشين اللي بعدهم. يلا خلينا نشوف مين اللي هيكون من على اليمين تحت خالص في اول واحد. جاريس بيل، جاريس بيل هيكون اول واحد يلعب قصاد النرويجي العالم المدمر هالاند. في جاريس بيل قصاد هالاند. اوكي، مين اللي هيقابل بقى مين على الشمال تحت خالص؟ لنرى اول واحد هيكون ابو مكه ابو صلاح اللي منتظرينه منذ زمن. هيقابل مين؟ كله بيكسب كله دلوقتي، انسو فاتي. نلعب الماتشين دول ونشوف مين اللي هيكسب فيهم. انا معرفش هل انا اللي بتاخر لان انا عامل برضه في السرعه دي. بحاول اكون سريع مع كله، احاول اكون محايد مع كله بعون الله تعالى، حتى ابو صلاح اكون محايد معاه. فابدا الله جاريس بيل، لانك هتقابل النرويجي هالاند بعد. 3 2 1. الله الله جاريس بيل، روح على جاريس بيل. هل اللي بيبدا اول هو اللي بيكسب كده؟ 3 ثواني 4 ثواني 5 6 7 8. عدلوا 9 4 5 0، مش هنساها، 9 4 5 0. هل هتقدر يا هالاند تغلب 9 4 5 0؟ لنرى بعد 3 2 1. يلا يلا هالاند، روح هالاند، عدى ثانيتين النرويجي. 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني. غلبها، حتى لو انا ضغطت بدري غلبها النرويجي هالاند، وكله بيجيب 9 عليها كده. هالاند هو اللي تأهل لربع النهائي بجوار اداما تراوري وبجوار ليونيل ميسي.
علينا نتوجه لابو صلاح وانس فاتي. يلا معلش يا ابو صلاح بس انا هكون محايد معاك. ابو مك جبتها في 9 ثواني جبتها في ايه؟ معلش انا اتوجع على طول بابو صلاح بعد 3 2 1. اوكي صلاح ثانيتين 3 4 5 6 7 8 9.5. هل انسو فاتي هيقدر يجيب اقل من 9.5؟ ده اللي هنشوفه حالا. قتل انسو ولا انسو فاتي هيبدا قصاد ابو صلاح؟ هل هيقدر يجيب اقل من 9.5؟ ده اللي هنشوفه بعد حالا. روح يا ديني يا ديني اللي حودني. روح 3 4 9.5 6 7 8. جدع. لكن ابو صلاح يتاهل الى ربع النهائي. هيا بينا على طول خان شوف مين اللي هيقابل بعض تاني. انا مش عارف ايه حكايه رقم 9 ده اللي معلقين عليه. انا عايز حد يغلبه. في اساطير كتير موجودين. مين اللي هيقابل ادامة تراوري على اليمين؟ خلينا نشوف مين اللي هيقابل ادامة تراوري. واحد من الاثنين دوم. ده اللي احتمال يكسب الليله. الكيليان ابن حمدان المرشح للفوز بالليله هيلعب قصاد مين؟ هل هيلعب قصاد رونالدو الظاهره؟ هل هتكون قصاد رونالدو الظاهره؟ رونالدو الظاهره قصاد الكيليان ابن حمدان. ده لك انا عايز اعمل تغيير في العجله. غير لي في العجله بدل موسى ديابي. مش موسى ديابي محدش مهتم بيه. هيكون موجود هنري. هنري هيكون موسى ديابي بس من عشان ما ينفعش اعدل فده هيكون هنري. ده هيكون هنري. خلينا نشوف مين اللي هيقابل ليونيل اندريس ميسي. اتمنى يكون كريستيانو موجود. اتمنى يكون كريستيانو موجود. اوكي فينيسيو جونيور. واحد منهم هيقابل ميسي. فمين الواحد الثاني؟ هل هيكون مارادونا ام كريستيانو التورنادو جوليادور ام هنري؟ كريستيانو التورنادو جوليادور قصاد فينيسي. صعب صعب يا كريستيانو لكن انا واثق فيه. فكده بقى ان لويس فيجو هنري مارادونا وبيلي. خلينا نتوجع على طول للمباراه الاولى. مبابي قصاد رونالدو الظاهره. يلا اوكي معركه كبيرة. اللي هيكسب فيها هيقابل أدامة تراوري اللي أنا حزين عليه من دلوقتي. ما لا يقدر يجيب أقل من 9 ثواني. ده اللي هنشوفه حالا. فلم فلم فلم. روح مبابي. روح كليان. روح كليان. عدى كليان والله سريع الصراحة. 4 ثواني عشان يعدي خط نص الملعب. 6 7 8. أول واحد يعدي يا جدع أقل من 9 ثواني هذا هو الكليان ابن حمدان مبابي. لكن مشكلة الكليان انه قصاد الظاهرة رونالدو. هل برضه الظاهرة رونالدو هيجيب 8 و7 او اقل منها؟ ده اللي هنشوفه حالا. فلم فلم فلم. روح 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 يا ظاهرة. روح يا ظاهرة. 4 ثواني عشان لا امبابي جابها اسرع. روح يا ظاهرة. الظاهرة الظاهرة. اه امبابي اسرع. امبابي اسرع بمراحله بفرق نص دقيقه. كيليان ابن حمدان امبابي كسب. هيا بنا على طول. خلينا نتوجه للمواجهه اللي انا عايز اشوفها. فينيسيوس قصاد رونالدو. يلا حاسس انها صعبه على كريستيانو لكن خلينا نشوف. اول مواجهه كانت ادامة تراوري قصاد امبابي. مين اللي هيقابل ميسي؟ خلينا نشوف حالا. يلا روح يا كريستيانو. روح يا كريستيانو. روح يا كريستيانو. 4 ثواني 4 ثواني فعلا. ها 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 كريستيانو. الصراحة هو 9 ثواني انا ضغطت السن قبل ما يوصل لكن 8 9 3 3 عملها كريستيانو بقى اسرع من رونالدو الظاهرة. خلينا نشوف فينيسيوس. الله فيني. خلينا نشوف بعد 3 2 1. الله هل هيكسب كريستيانو رونالدو؟ ده اللي هنشوفه من خط نص الملعب. 4 ثواني 5 6. ما توقعتش نهائيا. ممكن انا بضغط متاخر بس انا ضغط بنفس الضغط اللي ضغطته قصاد كريستيانو. كريستيانو كسب 9 52. كريستيانو رونالدو كسب فينيسيوس جونيور وهيقابل ليونيل ميسي. خلينا نشوف مين اللي هيقابل مين في اخر مباراتين في دور ال 16. موسى ديابي هو هنري. كل الايكون هيقابلوا بعض دلوقتي. مين اللي هيقابل هالاند؟ اول واحد هيكون بيليه. بيليه احتمال يقابل هالاند. بيليه قصاد مين؟ هيقابل لدييجو ارماندو مارادونا. بيليه قصاد دييجو ارماندو مارادونا معناه واحد منهم هيقابل النرويجي هالاند. واخيرا لويس فيجو قصاد هنري. بيلي قصاد مارادونا. يا نهار ابيض انتوا مش مستوعبين. لكن هرجع تاني واقول لكم انا احتمال اغلط في العد. ممكن انا غلط. ممكن فينيسيوس كان اسرع من كريستيانو. ممكن سيو هرنانديز كان اسرع من ميسي. احتمال انا غلط لكن خلينا نشوف المواجهه الكبيره بين اللي دييجو ارماندو مارادونا والبيلي حالا. يلا ها روح يا مارادونا ما توقفش. روح يا مارادونا ما توقفش. ها
4 ثواني. لا بطأ 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 بطأ. 9 ثواني برضه. اه 9 ثواني. 4-1-6. هل بيليه ممكن يغلب هذا الرقم؟ خلينا نشوف حاله. بعد 3-2-1. روح على بيليه. انا حاسه اسرع، ما اعرفش ليه، انا حاسس البيليه اسرع. هو بيليه، روح روح. مستحيل وربنا ابعدها. في اقل من 100 ثانية، 100 ثانية، من 1 من 10 ولا مش عارف كام، 2 من 10. البرازيل خسرت للاسف، فينيسيوس خسر، بيليه خسر، ورونالدو الظاهره خسر، فمعناته هالاند هيقابل دييجو ارماندو مارادونا. خلينا نتوجه لاخر مباراه في دور ال 16. لا انا توقعي بيقول ان هنري اسرع واحد من ال 16 واحد الموجودين، ففي مباراتي مع لويس فيجو اللي هيتاهل هيلعب قصاد ابو مكه ابو صلاح. فابدا الله لويس بعد 3-2-1. الله ها ها، والله سريع على فكره، والله سريع. 4 ثواني. 5-6-7. نهار ابيض. 8-7-6-6. مقاربه جدا لكيليان امبابي يا جدع. معرفش امبابي كان جايب كام، بس هنري سريع مل. خلينا نشوف برضه اللي لويس فيجو ولا بيمتاز بالسرعه برضه. لويس فيجو هيبدا من بعد. 3-2-1. الله وحلويس. هل هيغلب؟ هل هي والله شكله هيغلب. 4-5. مشكله انه بيلف ايده كتير وهو بيجري. 9.5 زي العادي زي كله يا جدع. فهنا كريستيانو امبابي هم المرشحين لحد دلوقتي، واكتمل ربع النهائي. ربع النهائي سيكون اول مباراه هتكون اداما تراوري قصاد كيليان امبابي، تاني مباراه مارادونا قصاد النرويجي هالاند، ثالث مباراه ميسي قصاد كريستيانو رونالدو. معناتهم واحد هيوصل للنص، وهنري قصاد ابو مكه ابو صلاح. خلينا نتوجه لاول مباراه، مواجهه ما تعرفش مين اللي هيكسب فيها، لكن لو امبابي طلع انا هتصدم الصراحة. أدامة تراوري هيبدأ بعد. 3-2-1. الله الله دام الله دام أمام أنظار الكليان ابن حمدان مبابي. 4 ثواني. 5 ثواني. 6 ثواني. 7. عملها عمل الرقم التاريخي. 8-7-6-6. تجاب أقل منها أتوقع المرة اللي فاتت. خلينا نشوف الكليان. الله روح مبابي روح مبابي روح مبابي. الكليان ابن حمدان امبابي بدا ياخر سنه لامبابي. 8. يا نهار ابيض. مستحيل اداما تراوري كسب، مستحيل اللي انا شاهدته حالا يا جدع. اداما تراوري كسب بفرق ثواني بسيطه. والله ما عارف، يمكن انا ضغطت بدري الاداما وضغطت متاخر لامبابي، بس دي من قوانين اللعب. امبابي قد خرج للاسف، واداما تراوري هو اللي كسب. سواء انت عايز صراحتي، هي ماشي حلاوه مع اداما تراوري، ما اعرفش ازاي كسب الفونسو ديفيز وكسب مبابي، ما تفهمش ازاي، لكن وصل نص النهائي ما نقدرش نقول له حاجه. كريستيانو رونالدو حالا قصاد البول جاليونيل، اللي هيكسب محدش هيقول لي حاجه، لكن اللي هيخسر هيقول لي انت خسرته عشان كذا، فانا هكون بحياديه تامه واحاول اضغط بقدر السرعه ما فيها الامكان. فكريستيانو ده يبدا بعد 3-2-1. الله روح روح يا كريستيانو، روح يا رونالدو. ها اهرب. والله بحاول يا جدع. كريستيانو 7-8. والله حاولت وقسما بالله حاولت باسرع ما يمكن. 9-2-3-3. هل ميسي هيقدر يجيب اقل ام اعلى؟ خلينا نشوف ميسي. الله 9-2-3-3. الله ميسي، مين اللي هيوصل نص النهائي؟ كل اللي بيوصلوا غريبين يا جدع. امبابي خسر، الفونسو خسر، لكن ميسي هيبدا حالا. الله روح يا ميسي. ها البولجا، هل لما كسب يا جدع في دور ال 16 كانت حظ ام ما زال هيكسب كريستيانو؟ لا اوكي، ميسي قد خسر هذا التحدي. معرفش ليه معظم اللي بيلعبوا التاني بيخسروا، لكن اللي وصلوا لحد نص النهائي دلوقتي هم 2، اداما تراوري وكريستيانو رونالدو. خلينا نشوف مارادونا قصاد هالاند. الله اللي هيكسب التحدي ده هو اللي هيوصل نص النهائي، وهيلعب قصاد الاداما دي التراوري الذي يجلد الجميع. انا ممكن اكون السبب في المشكله، لكن هيبدا حالا مارادونا. الله ثلاثة 4. بطيء ليه يا مارادونا يجري؟ 3-6-7. يقدر يكسبها. الله وزي ما بكرر تاني، انتوا احسبوا بالحسابه وشوف مين اللي كسب، انتوا احسبوها برضو لان ممكن ابقى غلطان. فخلينا نشوف هالاند هيجيبها ولا لا. روح هالاند النرويجي النرويجي. مين اللي هيوصل قصاد اداما تراوري في نص النهائي النرويجي؟ هالاند هالاند. 9-3-8. مش عارف والله مارادونا خسر ولا كسب كده. طيب عارف، لو حسبتها دلوقتي المارادونا هيقول لي لا ما ينفعش ومش عارف ايه، فهنحسب النتيجه الاولويه لدييجو ارماندو مارادونا اللي كانت تقريبا 9.5، وهالاند
هالاند 9-3-8، فمعناته ان ادامة تراوري قصاد هالاند بنص النهائي. وهيا بنا على طول يا اخي المواجهة في ربع النهائي. يلا هنبدا حالا ابو صلاح، بعد 4-3-2-1 مين اللي هيقابل كريستيانو رونالدو في نص النهائي؟ صلاح ام هالاند؟ يلا نعرفه حالا. ابو صلاح 7-8 9-1-6-6. شكلك هتخسر يا صلاح للاسف، لان اللي قصادك مش طبيعي. اللي قصادك هو الهنري. مين اللي هيقابل كريستيانو رونالدو؟ هنعرف حالا. روح هنري. هل هيغلب ابو صلاح؟ 9-1-6-6 للأسف أبو صلاح خرج. عندنا نص نهائي أدامة تراوري قصاد هالاند، كريستيانو رونالدو قصاد هنري. فاضل 3 ماتشات بس، خلينا نشوف ملا من الذي هيصل للنهائي. نص النهائي ده ما توقعتوش، توقعت ألفونسو قصاد مبابي، لكن خلينا نتوقع على طول هالاند قصاد أدامة التراوري. هالاند هيبدأ حلك. النرويجي هالاند راح النرويجي، ما زال النرويجي 6-7-9 بالظبط. أول واحد يجيب 9 بالظبط هو هالاند بالملي بالتمام والكمال. 9 بالظبط في هالادام، هيجيب اعلى اما اقل. ده اللي هنشوفه حالا. مدمر الجميع، صاحقهم ادامة التراوري، هل هيجيب اقل ولا اعلى من 9؟ سهله جدا. روح ادامة. من الذي سيصل للنهائي؟ دي مباراتنا للوصول للنهائي. العبها حالا الادامة التراوري. الادامة 9-1-6-6، فمعناته ما توقعتهاش ابدا. هالاند الى النهائي. خلينا نروح نشوف كريستيانو رونالدو قصاد هنري. يلا انا هبدا باللي اتوقع ان هو هيكسب الهنري، وبعديها هنتوجه لكريستيانو. هنري هيبدا حالا. روح هنري السرعه اللي زيه دي ما شفتهاش. روح هنري، مازال هنري مفيش مره جاب 9 دي، ما شفتش 9 نهائيا عند هنري. خلينا نشوف كريستيانو هل هيصل الى النهائي ام هنري خلاص حسمها. كريستيانو رونالدو محتاج يجيب اقل من 8-3، هل هيقدر يجيبها؟ تواقع الصراحه لا، بس ده اللي احنا هنشوفه حالا من كريستيانو رونالدو. حلو جدا نوصل نص النهائي. امبابي ما عرفش يعملها كريستيانو، فرونالدو هيبدا حالا بعد 3-2-1. يلا كريستيانو 8-8-8-3. كريستيانو الله يقرب، والله قرب قرب قرب، يعني فلتو ثانيه كان قرب كريستيانو يكسب. لك النهائي الكبير سيكون بين هالاند وهنري. خلينا نتوجه له على طول. يلا هيا بنا. لو هالاند كسب هيفاجئني بشكل رهيب مهيب، عشان كده هنبدا بيه. هنلعب على ملعب الاتحاد، فابدا هالاند بعد 3-2-1، وكله يحسب برضه بقى عشان انا ممكن بحسب غلط. هالاند بعد 3-2-1. يلا هالاند النرويجي روح اجري، مازال هالاند يا غبي يا غبي. مستحيل يا هنري يجيب هالاند، مستحيل هنري كيس قبل ما نلعب فيه. زي ما قلت ممكن انا كمان حسبت غلط. خلينا نشوف هنري لو جاب اقل من 9-4-3-3 هالاند هو اللي هيكسب. هل دي مستحيل ام لا؟ هنري هيكسب ولا لا؟ خلينا نشوف. يلا هنري راح هنري، مازال هنري 6-7-8. ايوه السادات والساده، تحدي ما اعرفش ايه اللي حصل فيه، لكن متوقعه، كنت متوقع امبابي او هنري، لكن هنري هو اللي كسب في الاخر. بعد مباريات جاء الهنري وفاز، وبيعون الله هيكون في تحديات تانية جايه منصفه. ممكن ما العبش اصلا باللعيبه المره الجايه زي تحدي الاهلي كده. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. شوفوا الفيديوهات التانية دي بسرعة قبل ما تروح. بص شوف الفيديوهات التانية دي وبس. سلام.